متعة مبادرة ترتكز على ابتكار مناهج ذكية تحبب المطالعة وتنمي القدرات اللغوية للتلاميذ بمراعاة روحهم المبدعة والميالة للعب. تحمل البطاقة ثم تقرأها وتبحث عن الفعل، ومن ثم عندما تبحث عنه وتجده تقرأ الجملة. أكون جملة. أقرأ في نفس الوقت. أنا أعطف على صغار. أبناءنا يلاقون صعوبات تعلمية في الميدان، لأن القراءة هي مفتاح التعلم ومفتاح يعني تأويل لحل مشكلات في الأنشطة الأخرى. للأطفال خيال لا يعرف الحدود، فهم مصدر لإلهام أكبر الفنانين في العالم. ما عندنا احنا معشر الفنانين أن أكبر الفنان هو الطفل. لماذا؟ لأنه يتمتع بالبراءة العربدة من أجل بناء ما يسمى بما هو إبداع. الاهتمام بالجانب الثقافي للتلاميذ ومرافقتهم لتجسيد أفكارهم سيجعل من المدرسة فضاءً للابتكار والإبداع.